السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بيكم، معاكم شريف الشامي. والنهاردة هنتكلم عن الكاميرا سوني A7S Mark 3. كتير ما بنعيش في مكان لمدة طويلة ما بناخدش بالنا من الحاجات الحلوة اللي حوالينا، بس ما بنسيبها فترة ونرجع لها نندم على الأوقات الكتير اللي ضاعت من غير ما نستمتع بيها. ولذلك قررت أرجع مصر. بس عشان تقدر تسجل اللحظات اللي زي دي محتاج كاميرا تساعدك وتحفظ الذكريات زي ما انت بتشوفها على الحقيقة، إن لم يكن أفضل كمان تسمح لك تصور كل الأوقات بغض النظر عن الإضاءة اللي انت موجود فيها، تسمح لك تصور الأشخاص زي ما انت شايفهم، وتسمح لك توقف الوقت تقريبا فتعيش أطول في التفاصيل. أنا مش حابب أتكلم تكنيكال كتير، ولكن المذهل في الكاميرا دي والمختلف عن أي كاميرا تانية استخدمتها قبل كده هو كمية الإمكانيات اللي تسمح لك تطلع الصورة اللي انت متخيلها. فلو حابب تعتمد على ألوان الكاميرا اللي تم تحسينها بدون ما تستخدم البيكتشر بروفايل هتطلع صورة مذهلة، وبرضو تقدر تصور بالإسلوك 2 والإسلوك 3، وده هيديك إمكانيات أكتر في إنك تعدل في الألوان والكونتراست. ده غير كمان الديناميك رينج الكبير اللي بتتميز بيه كل كاميرات سوني وبالأخص الكاميرا دي. وزي ما انتم شايفين في المشهد ده إضاءة الشمس قدامي، ومع ذلك أقدر أشوف الديتيلز اللي موجودة في الهايلايتس والشادوز. وما ينفعش نتكلم عن السوني A7S3 وما نتكلمش عن أدائها في اللو لايت. الفيديو ده انا اتكلمت اكتر عن الصورة وما اتكلمتش عن التطورات اللي حصلت في الفيو فايندر، انه بقى 9 مليون دوت ولا الفول تاتش سكرين وكمان تاتش سكرين للمنيو، ولا التطور اللي حصل في المنيو نفسه، ولا ان فيها فليب سكرين، ولا الدول كارد سلوت اللي بيسمح لك تستخدم الاس دي كارد او السي اف اكسبريس كارد، ولا 16 بت ولا الفول اتش دي ام اي، وكمان مفيش تايم ريكوردينج ولا اوفر هيتنج وغيره وغيره، لان باختصار كل الاضافات دي خلت الكاميرا شبه كاملة وتقدر تعتمد عليها فعلا في اي نوع تصوير انت ممكن تحتاجها فيه. دي كانت تجربتي للكاميرا. لو عجبك الفيديو ياريت تعمل لايك وشير وسبسكرايب، ولو عايز تشتري الكاميرا هتلاقي اللينك موجود تحت الفيديو. لو عجبك الفيديو ياريت تعمل لايك وشير وسبسكرايب. اشوفك الحلقة الجاية، سلام.